يقول: هل صحيح أن أحد الصالحين رأى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين في الفردوس الأعلى؟ ماذا نعمل لنكون معهم؟ اجتهد كما اجتهد، اجتهد كما اجتهد. نعم سمعت هذا، أن أحدهم رأى رؤيا وأنه رأى الشيخ ابن عثيمين في الجنة وكذا، وقال له: كيف صلى الله بك؟ قال: في الجنة الحمد لله وكذا. فقال الشيخ ابن باز: قال: لا، فوق فوق. يقول: الله يرحمهم جميعا ويجمعنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم.